يعد مضيق بيجل في المحيط الهادئ هنا الممر البحري لمشاهد جبال منطقة الأنتاركتيك. وفي 1978 حصل نزاع إقليمي بين الأرجنتين وتشيلي حول جزر واقعة في قناة بيجل، ويعرف هذا النزاع بحرب بيجل. أطلق على المضيق اسم قناة بيجل بسبب السفينة البريطانية بيجل HMS التي شاركت في رحلتين استكشافيتين على السواحل الجنوبية لأمريكا مطلع القرن 19. وقد شاركت تشارلز داروين عالم التاريخ الطبيعي والجيولوجي البريطاني الشهير، شارك في الرحلة الثانية لسفينة بيجل. ليوناردو، ماذا يبحث السائح لما يجي عن هون؟ شفنا كثير من الصين، من اليابان، من فرنسا، عن شو بيدوروا؟ يبحثون عن الطبيعة هنا في آخر نقطة جنوب الكرة الأرضية، نبعد ما يقارب 1000 كيلومتر عن القارة المتجمدة الجنوبية. بس الطقس غريب، يعني بتحسه مختلف متقلب، خطير شوي مع الريح مع الأمواج العالية. نعم هذا صحيح، أشواية معروفة بتقلباتها الجوية التي يمكن أن تشهد الفصول الأربعة خلال يوم واحد. جهزت كاميراتي لالتقاط صور لطبيعة هذه المنطقة وحيواناتها البرية والمائية كأسد البحر وحيوان الفقمة. القوارب العملاقة في طريقها إلى القارة البيضاء أو القطب الجنوبي تنطلق من هنا من أشوية في رحلة مغامرة قد تستغرق شهرا كاملا هناك. قبل الغروب والعودة إلى فندقي نصحني ليوناردو بزيارة منارة نهاية العالم التي تحمل الاسم ذاته، فهي آخر منارة لسفن الاستكشاف التي شيدت في أقصى جنوب الكرة الأرضية في القرن 18. ليث بزاري، العربية، أشوية، الأرجنتين.